تكرر السؤال عن مقطع أنشودة آمنت بالمسيح، فشاهدت هذا المقطع الذي مدته 6 دقائق و13 ثانية، وبعد الاطلاع عليه ومشاهدته وجدت أن فيه محاذير شرعية. أولا، إظهار شبيه عيسى بأنه مصلوب وعلى أنه لم يرفع هذا مخالف للآية، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، فأظهروا على أن شبيهه مصلوب، فهذا يقرر ما عليه اليهود من أنهم قتلوا عيسى وأنهم صلبوه. ثانيا، أن هذا الشبيه يقول ابن جرير الطبري في قوله تعالى ولكن شبه لهم، قال إن الجمهور يقولون ألقي الشبه على كل شخص في الدار، وقيل على شخص واحد. إذن اليهود لما قتلوه وصلبوه على أن هذه الصفات صفات عيسى، فهل هذا الشبيه صفاته التي في هذا المقطع هي نفس صفات عيسى عليه السلام أو قريبة منها؟ ثم إنه قد ترتسم صورة عند المسلمين وغيرهم أن هذه الصورة لهذا المصلوب هي صورة عيسى، لأنه يشبه عيسى، فتبقى في الذاكرة وفي الذهن. ثالثا، أن بها موسيقى، ولو قيل هي مؤثرات تنزلا، لكن من يسمعها يقول هي موسيقى، فلو كانت مؤثرات فكلها داخلة في دائرة العزف وفي دائرة الموسيقى وتنزلا، مع أنها لا تجوز هذه المؤثرات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه عند أحمد والترمذي وله 3 طرق تدل على ثبوته، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. فهذا الحديث قاعدة في تحريم التشبه بأهل الفسق، فهذا تشبه بأهل الغناء وبأهل الموسيقى. وكيف تأتي هذه المؤثرات في ذكر عيسى وذكر مريم وهذا لا يليق بهما؟ رابعا، أنه ذكر فقيل بشرت يا روح الإله بأحمد، روح الإله هذه كلمة مجملة، وهذه التي أوقعت النصارى فيما أوقعتهم فيه، فظنوا أن عيسى من الله، وإنما المقصود كما في النصوص الشرعية وروح منه، المقصود من ذلك أنه روح ذو جسد، وإنما أضيف الروح إلى الله عز وجل تشريفا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وروح منه أي روح ذو جسد. ولذلك لما قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هل هي من ذات الله السماوات والأرض؟ لا، وإنما منه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. ومما يدل على أنه روح بجسد أن الله عز وجل قال وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فهو يأكل الطعام، إذن هو روح بجسد عليه السلام. خامسا، قيل في هذه الكلمات يا كلمة الله، هذه أيضا مبهمة توقع الناس في إيهام، وفيما يتعلق بالعقيدة يجب أن تفصل وأن توضح. يا كلمة الله، نعم هو كلمة الله كما جاءت بذلك النصوص الشرعية، ولكن معنى ذلك كلمة الله يعني أن الله عز وجل خلقه بكلمة كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ما الذي بعدها؟ ثم قال له كن فيكون. سادسا، أن من ظهر في هذا المقطع يشير بأصبعيه السبابتين اللتين في يديه ويرفع بصره إلى السماء، ومعلوم كما هو واضح من أن النصارى إذا ابتهجوا بشيء أو ما شابه ذلك فإنهم ينظرون إلى السماء مع رفع هذين الأصبعين من اليدين، وهذا فيه تشويش وإيهام. والنظر إلى السماء برفع الأصبعين تكرر في المقطع أكثر من مرة، وهذا لا شك أنه من صنيع النصارى كما هو معلوم من واقعهم. سابعا، أنهم أظهروا امرأة وتحمل طفلا على أنها مريم، أظهروا رأسها وظهرها، أهذا يليق بمريم؟ والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكرها في الكتاب من باب الثناء عليها، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، مريم التي اصطفاها الله عز وجل على نساء العالمين كما في سورة آل عمران. بل حتى قال ابن كثير رحمه الله يحتمل أنها أفضل من فاطمة، ويحتمل أنهما سواء، ويقول لو صح حديث ابن عباس عند ابن عساكر سيدة نساء أهل الجنة مريم ثم فاطمة لكانت أفضل، إذن هي في مقام فاطمة رضي الله عنها. بل حتى إن بعض العلماء قال إنها نبية، وإن كان الصحيح أنها ليست بنبية لقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم،
فالنبوة في الرجال، لكن الله عز وجل وصفها بأنها صديقة، وهي منزلة بعد منزلة النبيين، كما بيّن عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ما الذي بعدها؟ الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن غدا أو بعد غد، أفيجوز أن يظهر ظهر ورأس امرأة ويقال هذا هو ظهر ورأس فاطمة أو خديجة؟ بل إن أحد الناس لو قيل له سنصور ظهر أي امرأة ونقول هذا ظهر فلانة زوجة فلان أو بنت فلان ما رضي، فكيف يوضع هؤلاء الشرفاء الكرماء عند الله بهذه المنزلة؟ ثامنا، أن هذا ليس أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم التقى بيهود المدينة فآمن من آمن منهم، التقى بالنصارى فآمن من آمن منهم. جعفر لما ذهب إلى النجاشي وقرأ عليه سورة مريم، وإن كان في القصة فيها مقال لبعض العلماء، كان لها تأثير، ومما يؤكد أهمية وعظ وتذكير ودعوة الناس ودعوة الكفار إلى الإسلام هذا وسيلة القرآن. ولذلك لما أتى نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاججوا في نبوة وبنوة وألوهية عيسى، ماذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم؟ قرأ عليهم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك، يعني من جادلك في عيسى، من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. ولذلك عرف هؤلاء صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يرد على هؤلاء أو أنه يوضح لهم ما يوضح لهم من العقيدة بأنشودة؟ هذا حط لقدر عيسى عليه السلام وحط لقدر مريم. ولا يأتي أحد ويقول والله هذا من باب ضرب المثال، لا، لأنه قد يستدل بقوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. هذا ليس هو المقصود من الآية كما قد يظن، لا، وإنما لما ذكر عز وجل الآلهة التي تعبد من دون الله قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فالكفار قالوا إذن عيسى ممن يعبد سيكون في النار، فماذا قال عز وجل مما يبين هذه الآية؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي يضجون. ولذلك ماذا قال عز وجل مبرئا عيسى بعد ذلك؟ إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. تاسعا، أن هذا يترجم، بل فيه ترجمة، إذن فيه ما فيه من التشويش على هؤلاء إن أريد بذلك أي يدعوا إلى الله عز وجل. حتى لو قيل المراد نصارى العرب، فالإيهام في هذا المقطع واضح جلي، فيحصل وهم وتشكيك. ومثل هذه الأمور المتعلقة بالعقيدة إنما توضيحها وبيانها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ذكره سلف هذه الأمة من الآثار. عاشرا، أن ما يذكر هنا إنما هو يأتي تزامنا وتوافقا مع احتفال النصارى برأس السنة الميلادية، وهذا لا شك أنه خطير. إذا كان لا يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمولد عيسى عليه السلام وتكون هذه الأنشودة متزامنة لذلك؟ إذن هذه الأنشودة قد يكون فيها تمرير من أن ما يفعله النصارى من هذه الاحتفالات أنها جائزة، لأن هذه الأنشودة كما زعموا توافق وتواكب احتفالات هؤلاء. فهذه بعض المخالفات، وقد تكون مخالفات أخرى، لكن هذا ما تبين لي هنا. مثل هذه الأنشودة لا يجوز نشرها وبثها في وسائل التواصل، ولا يجوز لأحد أن يدافع عن الباطل. الباطل باطل والحق حق، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وندعو هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم في قضية هذه الأنشودة، وأن يصلحوا ما وقعوا فيه بحذفها وبإزالتها والتبرؤ منها. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله العصمة والثبات على الحق حتى نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.